في إطار مكافحة كل مظاهر الإجرام خاصة ما يمس منها بممتلكات الوطن والمواطن، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمرس من توقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 31 سنة بتهمة سرقة الكوابل النحاسية ملك لشركات عمومية مساهمة في الاقتصاد الوطني. تعود حيثيات القضية إلى شكوى مقدمة إلى أفراد الفرقة من طرف الممثل القانوني لشركة صون الغاز والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. مفادها تعرض خط النقل بالسكك الحديدية الرابط بين بلدية مرست والعوينات للسرقة من طرف مجهولين. على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان. بعد القيام بالمعاينات اللازمة تم العثور على هاتف نقال وسلمين خشبيين بالإضافة إلى سلم حديدي وقاطع للحديد. بعد استغلال المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة للشريحة المستعملة من طرف صاحب الهاتف النقال تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه مع باقي أفراد العصابة التي تنشط عبر إقليم ولايتي تبسة وأم البواقي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.